في الفيديو النهاردة هنخش نكسب 227 بشكل مجاني، 227 دولار منين يا عم احمد؟ من موقع الطيارة او من موقع الارقام، عشان اقولها لك كده من المقدمة يا ابو اصحاب الموقع ده، عشان تبقى عارف موقع استثماري واللي انت هتشوفه في النهاردة تجربتي الشخصية. فلو انت هتشارك في الموقع لازم تبقى عارف الموقع فيه ربح كتير وفيه برضه خسارة، فلازم تبقى عارف يا ابو اصحاب. هنا مش بقول لك اعمل زي، انا هنا بشرح تجربتي الشخصية. النهاردة هنخش نعمل ايداع ب 200 دولار وهنخش نكسب 427 دولار وهنسحب الاثنين مع بعض، يبقى ربحنا قد ايه؟ الله ينور عليك ابو الصحاب، 227. بمناسبة طبعا ان احنا وصلنا ل 100,000 فهنوزع 100 دولار على 5 اعضاء. طبعا الخمس اعضاء بنختارهم هنا في التعليقات وبينزلوا عندنا في اخر اليوم في قناة الايردروب في تليجرام، بتلاقي القناة موجودة عندنا في اول تعليق وموجودة في الديسكريبشن. موقع النهارده طبعا موقع بقاله اكتر من سنه شغال في السوق، احنا اول النهارده نعمل تعاقد معاه، فالنهارده اول فيديو للموقع. رابط الفيديو بتلاقيه موجود في الوصف وبتلاقيه موجود في اول تعليق. انت دلوقتي بتتفرج على قناه كون فري، ما تنساش تعمل لايك وتعالى اشرح لك. بيفتح معاك ابو الصحاب موقع زي كده، طبعا انت اكيد عارفه، ولكن لو مش عارفه احنا طبعا ضمناه عندنا في قناه كون فري. طريقه التسجيل سلسه جدا، بتكتب الجيميل وتيجي في الاسفل تقول له الخطوه اللي بعد كده، هيفتح معاك بالشكل ده، بتكتب الجيميل بتاع حضرتك وبعد كده بتقول له نيكست او الخطوه التاليه لو انت بالعربي. الخطوه اللي بعد كده بيقول له حضرتك هنبعت لك كود على الجيميل اللي انت سجلت فيه، هتروح مباشره بتجيب الكود وفي خانه تحتها بيكون 6-8 ارقام الباسورد بتاع حضرتك، باسورد الموقع اللي انت هتسجله. لو انت رحت الجيميل وما لقيتش الرساله وصلت، هتخش هنا في سبام او في سله المهملات، هتلاقيها موجوده عند حضرتك الرساله، ممكن يكون الجيميل مش متعرف عليها فتلاقيها موجوده عندك. عامه هي وصلتني هنا، فممكن برضو توصلك هنا، عشان تقول لي يا عم احمد في التعليقات انا سجلت وما وصلنيش الكود، اقول لك اسمع الدقيقه 2 عشان تعرف ازاي بيوصلك الكود. بتاخد الكود وبعد كده بتكتب الباسورد وبتيجي هنا بتقول له اعمل حساب جديد. بس ابو الصحاب كده بيكون عندك موقع، او كده بيكون عندك عفوا حساب في الموقع. طبعا واجهه الموقع سلسه وسهله جدا، بتلاقيها موجود عندك كده، وهنا في لعبتين بس، لعبه الارقام مالناش دعوه بيها، وهنا عفوا لعبه التوقعات، وهنا لعبه الارقام اللي على اليمين احنا اللي هنلعب عليها، دي لعبه الارقام اللي هو بيتوقع الارقام اسهل مما تتخيل، وهشرح تجربته دلوقتي وانت تقدر تشوفها مع نفسك. وهنا في صفحتك تقدر طبعا تدخل فلوس وتخرج فلوس، وتقدر تدخل برضو بالعملة المصرية على فودافون كاش وتسحب برضو على فودافون كاش. لو هتسحب على فودافون كاش او هتعمل ايداع بتختار الخيار اللي على اليمين، انما لو هتسحب طبعا وتشتغل بالعملة الدولار بتشتغل على الخيار اللي في الشمال. هندخل 200 دولار، طبعا طريقة التدخيل سهلة جدا، بنقول له 200 دولار، الخطوة اللي بعد كده بنختار العنوان اللي بيظهر في الموقع وبنبعت عليه ال 200 دولار، طبعا الحد الأدنى للعمل في الموقع بيكون 5 دولار، طبعا 5 دولار على 100 جنيه مصري، يعني هي لو هتشحن بالجنيه المصري فهيبقى 100 جنيه، إنما لو بدولار بيكون 5 دولار. طيب أنا دخلت دلوقتي 200 دولار، مش بقول لك هنا اعمل زيي، أنا هنا بشرح تجربتي الشخصية، واللي انت هتشوفه دلوقتي قدامك توقعات حقيقية لايف في اقل من 10 دقايق، بس انا طبعا بقص لك الوقت عشان في كل لعبة بيكون فيها دقيقة. طيب شحنا الموقع وعملنا حساب فيه، بنروح على اللعبة. ركز بقى في طريقة اللعبة، لان طريقة اللعبة دي انا بطبقها عندي من سنة ونص في كل المواقع اللي اشتغلنا فيها، تقريبا بقى 8 الموقع ده او 9 موقع كازينو زي كده نشتغل عليه، ونفس الطريقة هي اللي بنشتغل عليها. ولو الناس انت مسجل معانا من زمان كده تعرف الطريقة بتاعتنا يا ابو الصحاب. هنا بيكون عندك ارقام، وهنا طبعا بيكون 3 ارقام، اخضر واحمر، وفي لون في النص بيكون اخضر واحمر او احمر واخضر مع بعض، الاثنين مع بعض، عشان ما تزهقش نفسك. هتيجي في الاسفل تقول لي يا عم احمد طب ما في ارقام تحت من 1 ل 9 مالكش دعوه بيهم مش بيكسبوا، انا عارفك هتيجي تسالني في التعليقات، احنا خلينا في اللي فوق بس يا ابو الصحاب، اخضر واحمر او اخضر واحمر مع بعض يا زميلي. وبتنزل تحت في الاسفل طبعا بيكون الخانه اللي انت هتخش عليها، طبعا الحد الادنى برضو للدخول بيكون 10 سنت، بتكتب هنا العدد وتقول له تاكيد، تختار بقى انت تشوف على الاحمر او على الاخضر انت وراحتك، ولكن الطريقه اللي احنا هنشرحها تنفع يا اما في الاحمر او في الاخضر او في اي حاجه في اي موقع بتنفع يا زميلي. هندخل دلوقتي ب1 دولار، ركز بقى على الطريقه دي عشان الطريقه دي احنا بنشرحها اللي هي في الرفعه الماليه ازاي. احنا دلوقتي دخلنا ب1 دولار، الموضوع سلس جدا، ركز معايا بس اعمل لايك عشان انت لحد دلوقتي نسيت تعمل لايك يا ابو الصحاب. لو كسبنا ب1 دولار هنركز على ال1 دولار، مش هنعلي خلاص، كسبنا ب1 دولار خلينا في 1 دولار 1 دولار 1 دولار 1 دولار، امال هنكسب ازاي يا عم احمد؟
لو خسرنا او ما دخلناش في الرفعه الماليه. في حاله ان انا ما كسبتش بواحد دولار يبقى اللي بعدها ضاعف في 3 في 3 دولار. طب ما كسبتش في 3 يبقى اللي بعدها 9 وهكذا 27. يا بصحاب على سبيل المثال دلوقتي انا اخترت اللون الاحمر ودخلت بواحد دولار ما كسبتش. طب لو كسبت كان هيرجع لي كام؟ 95%، يعني يرجع لي الواحد دولار بتاعي زائد 95 سنت. يا ابو الصحاب الكلام ده بيتطبق على 10 وال50 وال100 وهتشوف دلوقتي كل حاجه قدامك. طيب انا ما كسبتش بالواحد دولار يبقى دلوقتي هدخل بالتلاته دولار. هيجي الواحد واحد في التلاته يقول واحد في التلاته يقول لي انت دخلت بواحد ما كسبتش، بعد كده دخلت التلاته الله ينور عليك اصبح المجموع الكلي 4 دولار. طيب عشان اكسب لازم يرجعني اكتر من 4 دولار، وهو ده اللي احنا بنعمله. احنا دخلنا التلاته 95% يبقى بيرجعنا لنا 5 دولار و80 سنت. في حالة ان انا ما كسبتش هدخل ب9 دولار وهكذا عشان نرجع الربح كله. يا بصحاب دي بصراحة الطريقة اللي احنا بنشتغل عليها من سنتين، ولو انت عضو قديم اكيد عارف الطريقة دي واشتغلنا عليها في كل المواقع. طيب اخترنا الاحمر زي ما توقعت طبعا 5 دولار و85 سنت. في الحالة ديت ازود؟ لا احنا خلاص وقفنا على تتر 3 يبقى خليني في 3. كسبت في 3 اخش تاني في 3 وثالث ورابع وعاشر لحد ما الله ينور عليك ما كسبش وبعد كده ارفع تاني. طب ينفع انزل؟ ينفع تنزل براحتك، ولكن طالما وقفت على تتر 3 خلاص ما تنزلش تاني عشان ما تعيدش القاره من جديد. يا ابو الصحاب طيب في حالتي انا لو مثلا دخلت التلاته وما كسبتش كنت هخليها في 9 وبعد كده وهكذا، لكن انا كسبت هخليها في 3. يا ابو الصحاب فبنعمل طبعا مره كمان في 3 وهكذا، بس عشان تبقى عارف الطريقه عامله ازاي عشان بعد كده نخش بقى في 10 50 و100 و200. فالموضوع ماشي زي ما حضرتك عارف 1 3 9 27 يبقى 10 30 90 وهكذا 30 90 170. في حالتي انا طبعا دخلت مرتين في 3 دولار عشان مش هحتاج ان انا ارفع للرفعه الماليه، بتكسب طبعا 5 دولار و85 سنت. يعني لو بتدخل بواحد دولار بيرجع لك الواحد دولار ناقص 5 سنت، مش الواحد دولار بتاعك، لا اللي انت واحد دولار خلاص انت دخلته بيرجع لك زائد واحد دولار ناقص 5 سنت، يبقى 95% ربح. طيب لو دخلنا 10 دولار هنختار بقى لون تاني، ماليش دعوه بقى لون احمر لون اخضر، المهم انا امشي بنفس الطريقه 1 3 9 10 30 وهكذا. طبعا انا دخلت 10 دلوقتي، لو ما كسبتش هدخل 30، لو ما كسبتش هدخل 90، وبستنى الوقت. طبعا انا بقص لك الوقت عشان هنا طبعا في عداد، العداد بيكون دقيقه، فانا بقص لك الكلام ده. دخلنا ب 10 دولار رجع لنا 19 دولار ونص دولار، يعني رجعت لنا ال 10 دولار بتاعتنا زائد 9 دولار ونص. طيب ازود؟ لا هنفس الطريقه برضو، هفضل اكمل كده لحد ما الاقي نفسي ما كسبتش وهخش على 30 وهكذا 90. يا ابو الصحاب عشان طبعا نقصر الفيديو عشان الموضوع ما يكونش طويل بالنسبه لك، انا بس بشرح لك على الواحد دولار والعشر دولار، بعد كده نخش على الخمسين. وانت عارف لو في الخمسين ما كسبتش يبقى 150، وهنا بتدخل في المبالغ الكبيره، وهنا لازم تبقى عارف انت لازم تشرح على انا بشرح هنا تجربتي الشخصيه، انت لو هتشتغل بتكون على مسؤوليتك الشخصيه لان المبالغ هنا بتكون كبيره. على سبيل المثال دخلت دلوقتي ب 50 دولار ما كسبتش فمش هيبقى عندي 150 اصلا، يعني المفروض الدفعه الجايه تبقى 150 عشان ارجع كله، ولكن انا كان عندي 123 دولار فدخلت ب 120 وكنت طبعا متوقع ان انا هكسب فيهم لان هي كانت بنفس الرفعه الماليه، فرجعت لك كام؟ الله ينور عليك يا ابو الصحاب 234 دولار، يعني انت اللي دخلتهم بيرجع لك زيهم وناقص منهم بس 5%. طبعا بعد كده اللي بعد كده كان 200 دولار، دخلنا ب 200 دولار هيرجع لك كام؟ الله ينور عليك 290 دولار. لحد هنا يا ابو الصحاب انا شرحت لك في 1 دولار وشرحت لك في 10 دولار وشرحت لك في الفئات الصغيره. تقدر لو انت عايز تشارك بيكون على مسؤوليتك الشخصيه، جرب في الفئات الصغيره، انما لو عايز تلعب في الفئات الكبيره لازم تبقى عارف حضرتك ان في مكسب وفي خساره. اديك شفت قدامك خسرت 50 ولكن عوضتها في الرفعه اللي بعدها. كنا متوقعين طبعا دخلنا ب 200 رجع لنا 390. هتعمل ايه دلوقتي يا ابو حميد؟ هنروح نسحب بقى كفايه كده بالصحاب، احنا كسبنا 227 دولار غير ال 200 بتاعتنا. اول حاجه هروح اطمن على ال 200 بتوعت اللي انا دخلتهم اخرجهم زائد الربح اللي انا خدته، اخد كل الفلوس عشان اطمن، وبعد كده ادخل براحتي بقى ادخل 50 100 عشان العب بالمكسب. يا ابو الصحاب في خانتين في السحب، بيكون الخانه الاولى بتكتب فيها عايز تسحب كام المبلغ، والخانه الثانيه بتروح تجيب العنوان من اي محفظه، بيكون عنوان عمله الدولار على شبكه ترون. وما تنساش تعمل لايك عشان انت لحد دلوقتي نسيت تعمل لايك، شكرا مقدما على اللايك اللي انت بتعمله دلوقتي. وبتاخد العنوان من اي محفظه من اي منصه موجوده عندك وبتروح تحطه في ثاني خانه، او الخانه بنكتب فيها العدد اللي احنا عايزين
نسحبه. في حالتي انا طبعا هسحب كل الرصيد، ولكن هو بياخد منك 1 دولار رسوم، يعني لو سحبت 10 دولار بيوصلك 9 دولار. في حالتي انا هسحب 427 هيوصلني 426 دولار. ممتاز جدا، بياخد 1 دولار بس في السحبة. عشان بتسحب طبعا بيبعت لك الكود على نفس الجيميل، نفس التسجيل بالظبط، بيبعت لك كود على الجيميل، فتأكد ان الجيميل يكون حقيقي. بتروح تعمل سند، بتروح على الجيميل في نفس المكان اللي احنا خدنا منه الرقم، بيوصلك كود عشان يتأكد بس ان انت اللي هتسحب. بتدخل الكود وبيقول لك مبروك عليك السحب. السحب بيوصل ما بين 3 دقايق لحد 15 دقيقة. في حالتي انا وصل ما بين اقل من 7 دقايق. كل حاجة طبعا كانت متوثقة من هنا، ولكن في حاجة هنا، لو سحبت بالليل ممكن يوصل لحد تاني يوم، ده اللي احنا وصلنا له من الادمن. على سبيل المثال سحبت 4:23 دقيقة، وصل 4:26 دقيقة، اخد دقيقتين، او اخد طبعا تقريبا كام عشان بس اتأكد، 36 12 دقيقة. وانا بتكلم مع الادمن قالك لو سحبت في الفترة المسائية ممكن يوصل لحد التاني يوم، انما لو هتسحب في الفترة الصباحية بيكون طبعا الادمن شغال بيوافق عليهم. وعندهم طبعا كل حاجة موجودة زي ما حضرتك طبعا شفت النهاردة، ربح 227 دولار من موقع التوقعات، وحبيت اقولها لك في المقدمة عشان تبقى عارف ان ده موقع مش مجاني، يعني موقع استثماري، وفي ناس برضو ما بتفضلش الطريقه ديت، وفي برضو ناس بتفضل الطريقه ديت. فلو انت من اي فئه ما تنساش تكتب لنا في التعليقات، شاركنا برايك، واتفرجت دلوقتي على كل حاجه ما تنساش تعمل لايك، ونشوفك في جديد على كوين فري.